ب 37 سنة يا خالتي، اعتقلوه بجوز قبل 9 أشهر. وإله سجني قبل، يعني هاي بنته بكى عريس السجن الأولاني، بكى عريس عمره 22 سنة. أول إشي قال مرته، قال له إني تعبان تعبان في الزيارات يعني، وهذا يعني احنا كلنا تعبانين انه عادي يعني، فلونزة عادية. ما فكرنا يتوتر للشيء لهالشيء هذا يا خالتي. هالسعاد ما عرفناش الا من نادي الاسير، يعني ما نعرفش. نادي الاسير اعلنوا انه هيك هيك صحته، وعنده مي على الرئتين، نعرف شو وضعه يعني. يعني شوف كلين يعني كلياتنا مثل محروق قلبنا، ان بدنا نشوفه، بدنا نعرف شو وضعه. انحبس الحبس الاولى، قعد تقريبا 3 سنين، طلع بصفقة شاليط. هون حكم 5 سنين، طلعوه بصفقة شاليط، كان محبوس 3 سنين، كان عنده بنت لما طلع. هس حاليا انحبس ب25/3، وتقريبا له 9 أشهر محبوس. هس حاليا اخر فترة حكى معانا انه نادي الاسير وصل لنا انه احمد تعبان، بس منعرفش ولا اشي. من مدة 3 أيام وصلنا أخبار إنه أحمد منقول على مستشفى العفولة، وضعه الصحي يرسله. هسا إحنا من ناشد ومن طالب بدنا نعرف شو وضع أحمد، يعني ما بنعرف ولا أي إشي عنه. لا محامي زاره، لا تواصلنا مع دكاترة، زيارات ممنوعة. بدنا نعرف يعني إحنا وضعه الصحي شو هو، بدنا نعرف شو وضع أحمد. بس إنه عنده مي على كلى، على الرئة، عنده مي على الرئة، ووصل يعني مرحلة لما الشباب مصحيين وباكي تعبان، إشي ولا قادرين نوصل لأي إشي، حتى المحامي اللي هس بعده يعني مش قادر يزوره.